والله في 48 انا قاعد اللي هم بيقولوا الصهاينه اجوا على البلد. قلت له ما يدخلوا ما يجوا، من اصلا من زمان بستناهم للصهاينه. والله وبليش لك طخ فيهم، ارسل الواحد الهد واحد ورا الثاني ورا الثاني، دقيقه وربع اللي هي الذخيره مخلصه تاعتي. قلت حلوه، قلت لهم هاتوا ناولوني السكين. والله وبليش لك لهد فيهم واحد 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 واحد. انا الهد والشباب تدفن، انا الهد والشباب تدفن، انا الهد والشباب تدفن، ويدفنوا الصهيوني وحطوا فوق لوح صبر، صهيوني لوح صبر، صهيوني لوح صبر، صهيوني لوح لا 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 الى الاخر. وبعديها ينزلكم ويقولوا جيبوا الطياره. قلت يا حلاوي على الطيران، طلعت هيك اللي هو في جريده، قلت لهم ولعوها وخلي الدخان يعمي ضوء للطيار. ما هو الطيار زمان ما كانش فيه كزاز، كان خوزك زي خوزك البارور هذا البابور يباصي منه هيك ينبصه مش شايف. والله وبلشوا فينا قصف، اما قصفونا قصف اللي انا واقف على لغم كلهم دبابه الكد عليه طربوش. قلت للشباب افسخوا افسخوا، وانا ابي كثيرها بنفجر فيي بطير نص التحتاني بظل نص الفكاني بصير العب لعي. والله وارفع رجله ما ينفجرش الا هو يطنجر الضغط. ايه يا ملعون ابو ام وابن الحرام اللي راميها، قطع قلبي من الخوف موتة خوف، ويخلعوني صاروخ 12 متر اللي هو بلعومي بلعومي صار يلعب لعي. يا رئيس المجلس زي عجل الكوشو. يا رئيس المجلس خميس فايا ذياب جاي على البلد. يا رئيس المجلس مني فايا ذياب يا اخوي؟ فايا ذياب الطويلة هاي الحلوة المغنية الرقاصة اللي بتشتغل مش ولا بود. ايوه جاية، قال جدها حافظ طلع فلسطيني من كفر النعناع. زلمه فايا اللي رجليها طوال مجعاب تحت الشص الحلو. ايوه بدها تزور قبر جدها حافظ وبدها تزور المجلس. هي عنا ايوه هالاجتماع. يلا عالكعب 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 يلا عالكعب عالكعب اطلع اجري سيد ذوق عالكعب يا شباب عالكعب. اسمعوا يا جماعة الخير، اللي بيقول عيلة ذياب مش من قرية كفر النعناع بدي احشي رجلي في ثمه. عيلة ذياب من مؤسسين قرية كفر النعناع في فلسطين، وهم من جنوب فلسطين من بير السبع. واسمع يا جمعة، انت متأكد انه هذا الولد ميشيل ولا هذا فيشيل شو اسمه؟ ميشيل ارتاحة جاي معها ولا مجاني؟ 100% متجاي 100% متأكد. اذا ما اكدت على التلفون بعدين يا اخوي حتى لو اجا بنضربه طلق على باب القرية بنجيبه بالارض. الدعو موس خليه يمشي بالعكس، اوعى يجي معها بعدين يصفي هو قاعد معها طول الوقت واحنا نتفرج. اسمعوا يا جماعة، حسب البروتوكول الصديقة والزميلة والحبيبة والأخت وبنت عمي وبنت خالتي وبنت خال أمي فايا جاي زيارة على رئيس مجلس محلي كفر النعناع، على المجلس المحلي، فمعناته لازم تنزل في داري. بدها تقعد يوم يومين ثلاث، يا سيدي تقعد 10 سنين. وبالنسبة لمراتي أم جمعة، خلعت هواف عصات الطرية خليتها تكرك هيك صارت تمشي. قلت لها ولي ولي هو يا اشوفك في الدار من هنا لست اشهر انت وولادي. اسمع ولا بدي ها. انت ولا بدك ولا غيره، اقعد والبيت خليك فاتح تمك والعب بشعراتك. يا جماعة الخير هذا القرار بده تصويت اجماع، لانه دار دياب اقرب اشي لإلي لانهم اخوالي. ايش يا بلان، شو انا رجل طاولة هان يا اخوي؟ والله ما بتنزل لعندي، بعدين انا ارمل اللي 3 سنوات حسوا فيي يا اخوي. ولا واحد يتفلسف يا اخوي، انا اقرب واحد لدار دياب، انا اسمي خميس فهد دياب من العيلة من الحمولة. وبعدين يا حبيبي هذه بدها كل يوم كاكاو الصبح، بدها كاكاو وبخار وجاكوزي، هذا بتفكرها زي نسواننا. وبعدين مش حلو، انا الوحيد اللي عندي بخار في القرية، مش حلوة تنام عندك وتيجي تترك شاور عندي، تترك شاور وبتنام بتسوي كل شيء عندي. علي الطلاق من المرحومة ما بتنزل لعندي. طب علي الطلاق بالثلاث من يوم جمعة، لا اجيبك في جهنم، روح نصرف الطلاق. والله ما بتنزل الا عندي، والله ما بتنزل الا عندي فايا. هذا مشطوب من مرة نقصنا اضطراب، ما احنا مضطربين خلقة. يلا يا شباب شدوا الهمة يا شباب شدوا، هذا أفضل محل لك إياها فيه، لا في عكارب ولا في ريحة صنم، وهذه الجورة كلولها هذه بحيرة طبرية. يا زلمة غرك
يا زلمه رسخت لنا البدله يا زلمه، فرساتشي جايبها من باريس. فرساتشي يا ابو البلات؟ تمني شايفك بعيني، هاي اللي بده ياكلها الدود، وانت بتدور على القمصان والجاكيتات. خلص فضحناش يا زلمه، انت كل البلد صارت تعرف القصه، خلص مشيها. اسمع، روح جيب لنا سطل تراب، نقول هذا تراب القدس، نعطيها اياه هديه. شو بده يودينا على القدس؟ ما بده تصريح على القدس. يا زلمه انت طافي وجايني ولا؟ جيب لها اي تراب من اي حبل، ابن كل هذا تراب القدس، ما كل تراب بلدنا واحد. يلا اطلع. يلا يلا. خميس اخوي زلمة، هي جاي في 15/11 وبكون عيد الاستقلال. زلمة عيد الاستقلال بيجي مرة في السنة، فايض يابي بتيجي بالعمر مرة، وهذا نو استقلال. هو عندنا استقلال؟ ما هو اللي بيستفيد منه بس اولاد المدارس، بيعطلوا بروحوا يدخنوا في السكايف كمع سجاير. انا مش عارف. جبت؟ اه جبت جبت جبت. هاي هاي شايف؟ يا زلمة جاب لنا تراب كله شعر وكمع سجاير، جاب لنا تراب زي العالم، روح نظفه. تليفون باللبنان، ميشيل بيك على التليفون. ميشيل بيك على التليفون، على الكاعة يا شباب، على الكاعة، على الكاعة، على الكاعة، على الكاعة، على الكاعة، يلا بسرعة، شد شد على الكاعة. يا ميشيل، بنجورك بنجورك حبيبي قلبي، حبيبه لقلبي، يسعدك بنجورك. ايه 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 ليكو، لا ليكو برنامج، البرنامج ليكو عندي، ليكو قدامي. تسلم لي تقبرني، مع السلامة حبيبي، مع السلامة يا حبيبه لقلبي، مع السلامة. شو كان لك؟ شو؟ شوفوا يا جماعة، أول إشي الخبر الحلو، أم ميشيل ماتت، الحمد لله. الحمد لله 100% متجاي الزلمة، الحمد لله رب العالمين. وأنا طول الليل أحكي مع ميشيل بيك، ورتبنا كل جدول زيارة فايا دياب. مع ميشيل؟ آه ميشيل بيك. البرنامج راح يكون كالآتي يا جماعة. أولاً راح توصل فايا، راح نستقبلها، بتتركوها كم كلمة، وبعديها بروح أنا وياها عدارنا بنرتاح شوي. الظهر بنرجع، بتتركوها كم هدية، الشلحات هذه الطويلة مكسي وكم هدية، وبعدها بنرجع أنا وياها على الدار بنرتاح شوي. المساء بنرجع عليكم، بتتركوها درع المجلس تقدير، وبعدها برجع على دارنا أنا وياها بنرتاح شوي. في الليل مش راح نطلع، يعني راح نقضيها مرتاحين شوي. الصبح راح نكون تعبانين طول الليل اجتماعات، بنيجي أنا وياها بنشرب 5 دقائق كاسة شاي معكم، وبنرجع أنا وياها على دارنا بنرتاح شوي. هذا هو البرنامج. هذا هو. هذا هو. وشو هالبرنامج المكلحات؟ نرتاح شوي ونرتاح شوي، معناته احنا مش رح نشوفها يا اخوي. وانا يا اخوي طلقت مرتي عشانها، وانت بتقول نرتاح شوي، نرتاح شوي، نرتاح شوي. اسمع حسن، ولا انت وياه حسب الدستور لازم رئيس المجلس يقعد معها اجتماعات غير علنيه وسريه، راح نحكي حكي في السياسه ثقيل، انت شو بفهمك الحكي اللي بدنا نحكيه انا وياه، انتوا بتفهموه؟ اه ولا؟ حسب الدستور الله يلعن أبوه اللي حطك رئيس المجلس. أوه. يا مقلعط يا خراط يا أبو طناجر الضغط يا أبو النووي. ولا يا أبو سخول الروماني، أنا مش عارفك، أنا مش عارفك ولا يا أبو سخول الروماني. أنا أبو سخول الروماني. آه أنت وكمان أسترالي كمان. أنا بدي فرجع يا أبو الروماني. يا أبو يا أبو النعاج الشمية، أنا مش عارفك. مين هذا؟ عيب على اللي عارف مين هو، بضل قاعد عندي. لا إله إلا الله.